وأن يعرف نفسه، ليعرف أنه فقير وحقير ولا يملك أي شيء، ولولا فضل الله وستر الله عليه لافتضح ولا هلك في الدنيا والآخرة. لا أريد أن أطيل النفس، ثم عليه بعد ذلك أن يكثر من فعل الطاعات، وأن يكثر من تجديد التوبة والذكر والاستغفار، مصاحبة الصالحين، مصاحبة الأخيار، الصلاة بالليل، يقوم يبكي وتذلل وتضرع إلى الله أن يطهر قلبه من هذا المرض ومن غيره من الأمراض إلى غير ذلك. أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. الأخ اللي تزوج من بنت عمي ثم تزوج من بنت خالي إلى آخره، وأصر والده أن يطلق هذه المرأة الثانية، أنا أقول بأنه لا يشترط في صحة الزواج الثاني أن يخبر المتزوج زوجته الأولى بالعقد أو بالزواج، لا يشترط في صحة العقد أن يخبر الرجل زوجته الأولى بالعقد، ليس هذا شرطا من صحة العقد. ثم لو فعل هذا الابن أو هذا الأخ ذلك، فليس من حق زوجته الأولى أبدا شرعا أن تطلب منه الطلاق لمجرد أنه تزوج الزوجة الثانية، اللهم إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن يكون هذا الزوج قد وقع في ظلم بين ظاهر لزوجته الأولى بعد زواجه بالثانية، فتركها كالمعلقة وهجرها ولم يحسن إليها ولم يكرمها ولم يعطها حقها، فمن حقها حينئذ فقط أن تطلب الطلاق من زوجها، لأنه وقع في ظلمها بعد ارتباطه بالزوجة الثانية. أما إن كان الزوج يتقي الله فيها ويعطيها حقها دون ما إخلال ودون ما إيذاء، لا من الناحية المعنوية ولا من الناحية الحسية المادية، فيحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فرائحة الجنة عليها حرام. من ترضى من أخواتنا المسلمات لنفسها ذلك؟ هذا بالنسبة للزوجة. وأخشى ما أخشاه أن تكره الأخت المسلمة شرع الله جل وعلا تحت تأثير هذه الثقافة الغربية المقيتة التي يراد لمجتمعنا المسلم الآن أن يتربى عليها. فبعض النساء يرددن الخليلة الخليلة في الحرام عند بعض الزوجات أفضل من الزوجة في الحلال، حتى أقسم لي بالله رجل أن امرأته قالت له إن كنت تريد امرأة أخرى فأتي بمن شئت على فراشي هنا لكن لا تتزوج. أعوذ بالله أعوذ بالله، أي عاقل يقبل لنفسه أن يذهب إلى جهنم وبئس المصير من أجل هذا؟ فلا يجوز للمسلمة أن تكره شرع الله تبارك وتعالى، هذا تشريع ربنا. نعم له ضوابط، نعم له ضوابط، وأنا أقول بملء فمي أقول بملء فمي وعلى صوتي الإسلام لم ينشئ التعدد، أنا أعي ما أقول أيضا بفضل الله، الإسلام لم ينشئ التعدد، يعني جاء الإسلام والتعدد موجود، فجاء الإسلام فقيده وحدده، فلم ينشئ الإسلام شريعة التعدد، بل كانت شريعة التعدد موجودة قبل الإسلام، فجاء الإسلام فقيدها وقننها وحددها ووضع لها الضوابط والشروط. أرجو أن يكون هذا واضحا لإخواني وأخواتي. إذن بالنسبة للزوجة التي تكره هذا التشريع لله، أخشى عليها والله من أن يحبط عملها كله، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. فلا يحق لأي زوجة يتزوج عليها زوجها أن تطلب منه الطلاق إلا في حالة واحدة، أن يقع هذا الزوج في ظلم بين لهذه الزوجة بارتباطه الثاني. أما إن كان يتقي الله ويعطي الزوجة حقها ومعنويا وماديا، فلا يجوز للمرأة التي تخشى الله وتتقي الله سبحانه وتعالى أن تطلب الطلاق من زوجها. ثم على الزوج أيضا أن يعلم يقينا أن إقامة البيت الثاني سنة قبل أن يشرع فيه. خاطب إخواني من الرجال
الذي يريد أن يقيم البيت الثاني قبل وهو في بيت أول قبل أن يشرع فليعلم أن إقامته سنة، وأن إقامة بيته الذي هو فيه فرض عليه وركن عليه. فإن كان كانت إقامة البيت الثاني ستهدم البيت الأول فلا، وإنما يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يكون حكيما. فإن تزوج أصبح البيت الثاني كالبيت الأول تماما، وأصبحت هذه الزوجة لها من الحقوق ما للزوجة الأولى تماما، ولم بغي أن تقول بأن هذه زوجة أولى ودي زوجة ثانية يعني درجة تانية، لا، بل لها نفس الحقوق ونفس الواجبات. وعلى الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يضعف أمام زوجة من زوجاته ليرى نفسه في نهاية المطاف في جهنم وبئس المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أقام البيت الثاني أصبحت إقامة هذا البيت واجبة عليه كالبيت الأول، ووجب عليه العدل في البيتين معا. ثم إخواننا الذين يتصورون أن التعدد لحظات في الفراش، هذا فهم قاصر ضيق مخطئ. التعدد ليس لحظات في الفراش يقضيها مع زوجة ثانية في الحلال فحسب، لا، خلي بالك، زوجة ثانية لها قلب ولها عقل، والبيت الثاني فيه أولاد، مسؤولية أخرى، ولا ينبغي البتة أن تقلل من شأن البيت الآخر بالمقارنة إلى البيت الأول إن أقمت البيت الثاني، لا. ثم نصيحتي بعد ذلك لوالدي